نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. اليوم الاثنين انطلاق قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لتتواصل حتى 6 أوت المقبل. الأعلان غدا الثلاثاء عن القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحين للانتداب. الترفيع في عدد التلاميذ الموجهين إلى المؤسسات التربوية النموذجية. وفي شؤون الشرق الأوسط، تعثر محادثات روما بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وإلى غاية يوم 6 أوت القادم في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. وأوضح الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري أنه لا يسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات إلا للمترشح المتحصل على استمارة التزكية أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني. حسب الرزنامة اللي صادقت عليها هيئة الانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إن شاء الله الاثنين 29 جويليا تنطلق بصفة رسمية فترة قبول الترشحات اللي تتواصل إلى غاية يوم 6 أوت. العملية هذه تنطلق الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء بدون انقطاع بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة خصت لهذا الغرض فضاء خاص بقبول الترشحات بإشراف مجلس الهيئة. مواكبة عملية قبول الترشحات من قبل الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المدني بطبيعة الحال يكون بعد الإدلاء ببطاقة الاعتماد اللي تكون مسلمتها الهيئة لكل من يريد مواكبة المسار الانتخابي وملاحظته. بطبيعة الحال الذي يريد الترشح من تسلم أنموذج التزكية ولدواعي إجرائية هو الوحيد اللي بإمكانه تقديم هذا الملف شخصيا أو من ينوبه بطبيعة الحال بمقتضى توكيل رسمي. تعلن وزارة التربية غدا الثلاثاء القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحين للانتداب. وأكدت وزيرة التربية سلوى العباسي استيفاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمستحقات المالية للأساتذة النواب ولجميع المتعاقدين بعد متابعة مدققة لكل الجهات، كما أعلنت قرب استكمال عمليات التحيين والتدقيق الخاصة بالمعلمين النواب للإعلان عن قائمة المرشحين للانتداب. القائمة أصبحت جاهزة بعد أن فتحنا باب التحيين والاعتراضات ودققنا في كل الملفات سواء من الجانب الإداري أو المالي. فيعلن عن قائمة الألف مبدئيا يوم الثلاثاء 30 من شهر جويليا باعتماد المعايير المتفق في شأنها: الأقدمية في النيابة، طول النيابة، الاختصاص المطلوب للتدريس حسب حاجات المنظومة، وسن الأستاذ المتعاقد. نطمئن المعلمين النواب الذين أيضا عانوا من التشغيل الهش، بادرت الوزارة إلى جمع شتات مدد النيابية التي أنجزها هؤلاء المعلمون لتصبح لدينا أيضا قاعدة بيانات تمتد إلى ما بعد 2017 حتى نرشح من يقع انتدابهم من هؤلاء المعلمين. من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية الترفيع في عدد التلاميذ الموجهين للمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية، وذلك في حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب المبرمجة للمؤسسات التربوية النموذجية على أن لا يقل المعدل عن 14 من 20. وأكدت الوزارة حرصها على ضمان مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة التلاميذ المرشحين للالتحاق بالأعداديات والمعاهد النموذجية. على صعيد آخر، تنطلق بداية من اليوم قرى التعلمات بمعاهد مهن التربية بسوسة وقرية وقربة وصفاقس، وهي أيام دراسية تنتظم لفائدة الإطار البيداغوجي بالمرحلة الابتدائية.
في شأن آخر، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء المجالس المحلية ومجلس النواب، ووفرت شركة نقل تونس بداية من يوم أمس الأحد خطوطا شاطئية لمناطق وادي الليل والدندان وبرج العامري نحو شواطئ قلعة الأندلس وحلق الواد وقرطاجة في رحلات تجريبية بمعدل سفرة واحدة ذهابا وإيابا كل يوم أحد، وفق تصريح المدير الجهوي للنقل شاكر لقليبيا. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس إطلاق جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير في نسختها الخامسة، وحددت آخر أجل لقبول ملف الترشح المتضمن للعمل الصحفي يوم 31 من أكتوبر المقبل، وينبغي أن يتقدم المترشحون بمقال استقصائي باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية حول محور يتعلق بالقيم المتقاسمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ويجب أن يكون المقال قد نشر في الصحافة المكتوبة الورقية أو الإلكترونية بين الأول من جانفي 2023 والحادي والثلاثين من أكتوبر 2024. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في الأراضي الفلسطينية وفي اليوم 97 بعد 200 من حرب الإبادة على قطاع غزة، استهدفت المدفعية الصهيونية حي الشيخ ناصر وسط مدينة خان يونس وحي تل الهوى جنوب قطاع غزة، فيما قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينة غزة فجر اليوم. وأعلن في وقت سابق عن استشهاد خمسة فلسطينيين في غارة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي في خان يونس. في الأثناء تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك وصفتها بالضارية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها يخوضون معارك من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال جنوب الحي، مشيرة إلى استهداف جنود وآليات إسرائيلية بالمنطقة. في الشأن الإنساني، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا إن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وأكد المكتب الأممي أن أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس. سياسياً، عاد أمس رئيس الموساد الإسرائيلي من اجتماع روما بشأن تبادل الأسرى دون التوصل إلى اتفاق واضح، وأوردت صحيفة تايمز الأمريكية أن مفاوضات روما توقفت عند قضايا منها المدى الذي ستبقى فيه القوات الإسرائيلية في غزة أثناء الهدنة، وما إذا كانت ستغادر محور فيلادلفيا. كما قالت إن نتنياهو أضاف شرطاً جديداً وهو الحصول على أسماء الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهما. من جانبها، نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مطالب نتنياهو التي أدخلها على الموقف الإسرائيلي المعدل قد تفشل المفاوضات، فيما علق مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن المفاوضات بشأن القضايا المركزية المتعلقة بمقترح الصفقة ستتواصل في الأيام المقبلة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود مستمعين متابعين الكرام إليه في عناوين اليوم الاثنين: انطلاق وقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لتتواصل حتى 6 أوت المقبلة. الأعلان غدا الثلاثاء عن القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحين للانتداب. ترفيع في عدد التلاميذ الموجهين إلى المؤسسات التربوية النموذجية. وفي شؤون الشرق الأوسط، تعثر محادثات روما بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. أجمل تحيات كوثر عرقوبي، إلى اللقاء.